السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة أسمر الجزائري. هذه المرة جبت لكم حلوة بزاف شابة وبنينة وخطيرة المذاق دائما كما عودتكم. هي حلوة البوشون مليحة بزاف مع قهوة حليب. وما نطولوش عليكم الهضرة ونشوفوا المقادير. المقادير تاعنا اللي هما عندي هنا كاس سكر نقص منه صبع مقدر للوزن تاعو 170 غرام، عندي هنا كاس زيت نقص منه صبع للوزن تاعو 170 غرام، عندي حبة بيضة تكون كبيرة بدرجة حرارة الغرفة، عندي زوج كيسان زوج مغارف كبار عفوا تاع ماكلة كاوكاو محمص ومطحون الوزن تاعهم 35 غرام، عندي هنا زوج مغارف كبار نتاع مايزينا ولا نشا الوزن تاعهم 45 غرام، عندي عطر الفانيليا وملح، وهنا عندي 5 غرام تاع خميرة الحلوى، وعندي الفارينة بيانسور، وهنا البوشون تاعنا نخدمو به هاد الوصفة. نبدأ على بركة الله ونسمو بسم الله. اللي نجيبو الصحن تاعنا غامق ونحطو فيه هذيك الحبة تاع البيض، هنا خلطو بالخلاط الكهربائي ولا خلطو غير بيدكم بالفوي كيما اللي نخلط انايا. نخلطو هذيك البيضة حتى البيضة حتى تضاعف الحجم تاعها شوية، نزيدو نفرغو عليها الكاس تاع السكر ونخلطو حتى يضاعف الحجم تاعها كيما راكم تشوفو ويذوب لنا هذاك السكر. راح نزيدو عليها هذاك الكاس تاع الزيت ونكمل التخلاط نتاعنا. هنا بعد ما خلطنا كل شيء راح نديرو هنايا تقريب اللي ما عندهاش الميزان دير زوج مغارف تاع قهوه معمرين خميره الحلوى، ولا دير نص هذاك الكيس، يعني الكيس هذاك يوزن 10 غرام احنا نسحقو غير 5 غرام. نحطو فيه هذاك النشا ولا المايزينا ونزيدو نحطو فيه الكوكو هذاك المحمص ومطحون، نزيدو نحطو فيه قرصه تاع الملح لتعديل الذوق وعطر الفانيليا باش يعطينا هذيك الريحه الشابه الشهيه. نكملوا خلطوا هذوك المكونات مع بعض حتى يتخلطوا كامل مع البيض والزيت والسكر هذا اللي درناه. راح نحط الفرينه. الفرينه هنايا الكاس هنايا الوزن تاعو 120 غرام، كليت لي زوج كيسان وربع. انتم هنا شوفوا اذا كاين الفرينه اللي تشرب وكاين الفرينه اللي ما تشربش. كاين الفرينه اللي ما تشربش تقدر تاكلكم ولا تدي لكم الفرينه زوج كيسان ونص، وكاين كيما الفرينه تاعي ما تشربش ما تشربش دات لي كاس زوج كيسان وربع. شوفوا انا درت زوج كيسان ونص مع الاول، ومن بعد نقص هذاك درت نص الربع الثاني، وهذاك الربع اللي قعد يعني النص ما كلاتوش كامل، لقيت غير زوج كيسان وربع. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. زوج كيسان وربع. شوفوا العجينه كيفاش راهي طريه ما شاء الله، واحد الريحه تخرج منها تهبل. تقدروا هنا ديروا لها في بلاصه العطر الفانيليا ديروا هذاك القشور الليمون اللي تاع البرتقال. نجيبوا الميزان ونوزنوا الكويره تاعنا على 30 غرام، 30 غرام للكويره باش يجونا كامل على شكل واحد. واذا ما كاش كان عندكم الميزان كما كنت انا من قبل ما عنديش الميزان كي حالتي، ديروا عينكم ميزانكم يعني الكويرات بيدكم تقيسوهم، مهم يجوا متساويين ماشي وحده كبيره وحده صغيره. نجيبوا الصينيه نحطوا فيها ورق الطهي ونحطوا هذيك الحبات تاعنا تاع الحلوى. اذا ما كانش عندكم هنايا ورق الطهي تقدروا ترشوا الفرينه تاعكم، ترشوا الصينيه تاعكم غير بالفرينه فقط وتستفوا الحبات نتاعكم. الفوراني شعلته على درجه مئويه 180 درجه مئويه، شاعل من الفوق ومن تحت هنا باش يسخن الفور. هنا جبت البوشون تاعي كما راكم تشوفون، نبدا نشكل هذوك الحبات الحلوه تاعي. انا خرجت لي تقريبا 30 حبه تاع هذه الحلوه تاع البوشون ما شاء الله. هنا راح نخدم بعد ما دخلتها للفرن، راني دخلتها للفرن باش تحمر. نبدا نخدم صوص الطوفيه اللي عندنا هنايا كاس غير ربع سكر، عندي ربع كاس حليب دافي، عندي مغرف نتاع زبده ولا مانغارين، وعندي شوكولا بيضاء اللي 100 غرام شوكولا بيضاء. باش نخدموا صوص الطوفيه انه مكمل تعرفوها راهي سهله ماهله، نحطوا هذاك السكر تاعنا حتى يولي كراميليز يعني كراميليا، ما لازمش حتى يولي يتحرق حتى يولي هذا اللون تاعو كراميل. هذه الخطوه تقدروا تستغنوا عليها، ومن بعد ما ولانا كراميل راح نحط له هذيك المغرف نتاع الزبده ولا المانغارين ونحركوا كل شيء مليح. هي من احسن كي تخدموا صوص الطوفيه تاعكم انكم ديروها في حاجه غامقه ولا كبيره شويه. دوك نديروا له هذاك الربع كاس نتاع حليب الدافي. نقول لكم علاش ديروها في صحن ولا حاجه كسرونه تكون كبيره شويه، شوفوا على خاطر تبدا تفور تخاف ترشكم.
هذاك الشيكولاتة 100 غرام راني قطعتها الى قطع صغيره وديتها معهم وراح نخلط كل شيء مع بعض باش تجي الصوص توفية تاعنا ما شاء الله. شوفوا شوفوا الحلوه تاعي كي دخلتها الفرن يعني لمده تقريبا 7 دقائق نفخت. شوفوا ذاك البرايس تاع البوشون راحوا، نعاود نخرجوها نعاودوا بالبوشون تاعنا نعاودوا نطراسيو هذاك المكان تاعهم باش الحلوه تاعنا ما تطلعش كما نعرفوا فيها شويه خميره تطلع لنا الفوق. شوفوا الحلوه تاعنا بعد ما طابت راهي حمراء ما شاء الله. هنا قلت لكم الصوص التوفيه تقدروا تستغنوا عليها على خاطر تقدروا ديروا معجون تاع المشمش، اي معجون عندكم في الدار كما انا هي عندي معجون تاع المندرين اللي خدمت معكم سابقا. من بعد راح نحط لكم في صندوق الوصف يعني ندهن الاطراف نتاع هذيك الحلوه بالصوص التوفيه ولا تقدروا تدهنوها بالمعجون ونغطسها في الكاوكاو كاوكاو المطحون ومقلي، ومن بعد في الوسط نحط شويه صوص التوفيه. هي من احسن الصوص التوفيه هذه تخدموها من قبل ولا تشروها يعني من المحلات تشروها جاهزه وراكم تشوفوا يعني ما شاء الله. هنا عندي ثاني طريقه اخرى للتزيين اذا ما كنتش عندكم صوص التوفيه وما عندكمش المعجون. شوفوا كيفاش راني ندير السكر كلاص فقط باش تخرج لي ذاك اللون ولا ذاك الالوان زاهيه وشابه بالابيض، رشها بكامل السكر كلاص ومن بعد تحط عليها المعجون ولا شويه عسل اللي عندكم، مهم اي حاجه حطها في الوسط باش تخرج هذاك اللون شباب. اذا كان عندكم هنايا ناباج كذلك كيف كيف ديروا له شويه كولور اللون الاحمر وخلطوهم مليح مليح وحطهم فوق باش تكون هذيك الوسط الحفره هذيك تبان لكم باللي اللون تاعها احمر بزاف ما شاء الله. خوتي خياتي واش نقول لكم، هذه وصفتنا تاع نهار اليوم، حلوه البوشون سهله مهله اقتصاديه وبزاف بنين وما نحكي لكمش شحال هايله مع قهوه حليب. ننصحكم انكم تجربوها بحبه بيض وحده كما نعرفوا البيض راهو غالي بزاف، تشهي وتنحي على الخطر وادعوا لي معكم دعوه الخير. خوتي خياتي ما تنساوش تهبطوا اسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد من وصفات اسمر الجزائري. ما تنسوناش بالبارطاج ربي يهنيكم ان شاء الله. واش رايكم في هذه الحلوه؟ حطوا لنا التعليق تاعكم لتحتها، واللي تجرب اي واحد جرب وصفه من وصفاتي يقول لي واش من وصفه جربها وعجبته، واش هي الوصفه اللي جربها وما نجحتلوش، بلاك يكون مشكل راح نتفاهموا مع بعض ونعطيكم اسرار. واش نقول لكم؟ بالصحه والراحه عليا وعليكم، ونحبكم بزاف بزاف وتهلاو في روحكم بزاف بزاف. سلام.